أبو محمود من الشرقية، هل هناك سن قانوني للعطف على اليتيم؟ اليتيم هو ما كان دون الحلم، ده اليتيم دون الحلم. قبل ما فقد أباه، يتيم الأب، الأب فقط. طبعا ليس يتيما للأم. لا، يتيم الأم ده يعني يتيم مجازا، لكن إنما مش يتيم اللي ليه أحكام اليتيم. تمام، يعني عاوز تقول يا شيخ عصام الذي لم يبلغ تمام وفقد أبوه فهو اليتيم، هو ده اليتيم. نعم شرعا. بعد ما يبلغ ليس يتيما، زال عنه يتمه، انتهى الأمر. إذا بلغ اليتيم زال يتمه، مبقاش يتيم. يعني أعتقد باقي الأسئلة اللي طرحها الأستاذ محمود تمت الإجابة عليها. نعم. لأنه بيقول طب لو عاوز يتجوز فهو ما زال يتيم ولا لا نديله ولا لا؟ يبقى بقى فقير، يبقى مسكين، إذا كان تنطبق عليه شروط الفقير والمسكين. وواضح من كلام حضرتك إنه اليتيم، واليتيم مش شرط إنه يكون محتاج. افترض يتيم غني، اليتيم ليس من أهل الزكاة. نعم. إلا إذا كان فقيرا أو مسكينا، وبقى من باب الفقر والمسكنة مش باب اليتم. نعم. يتيم أبوه سايب له شركات وعمارات، أديله زكاة بتاع إيه؟ لا يجوز شرعا. طيب،